معالم الصراع الروسي التركي تجلت بوضوح في العديد من الملفات العالقة بينهما، وعلى وجه الخصوص في الملف السوري، بعدما طلبت تركيا من الولايات المتحدة تزويدها بنظام باتريوت الدفاعي في المعركة الأخيرة التي حدثت في إدلب السورية. لا شك أن العلاقة بين روسيا وتركيا تمر حاليا بمرحلة حرجة، رغم أن الطرفين يحافظان على شعرة معاوية. واتسمت العلاقات التركية الروسية تاريخيا بالعداء، واندلعت بين روسيا القيصرية والدولة العثمانية حروب كثيرة جراء الصراع على الجغرافيا. وبنظرة سريعة على علاقات البلدين منذ ظهور الامبراطوريتين الروسية والعثمانية، يتبين أن التنافس والمواجهة العسكرية كانت السمة البارزة لعلاقات الطرفين. ولهذا الصراع أسباب ومعايير انطلقت منها الدولتان، حيث سعت روسيا منذ أن أصبحت قوة كبيرة في ظل القياصرة قبل قرون إلى الوصول إلى البحار وخاصة الدافئة منها، وتجاوزت معضلة توقف موانئها المطلة على بحر البلطيق عن العمل لأشهر عدة كل عام بسبب تجمد مياه البحر. فخاضت روسيا ضد تركيا 15 حربا على مدى ما يقرب من 3 قرون لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. ففي عام 1914 على سبيل المثال، وهي السنة الأولى من الحرب العالمية الأولى، مرت ما نسبته 50% من جميع الصادرات الروسية و90% من صادراتها الزراعية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل التركيين. فكان لابد في البداية الوصول إلى السواحل البحر الأسود، وهو ما نجحت فيه بنهاية حرب القرم الأولى بين عامي 1768 و1774، ومنذ ذلك الحين أصبح لروسيا قوة بحرية كبيرة في البحر الأسود. وفي نهاية 2014 دخلت العلاقات الروسية التركية مرحلة جديدة مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا خلال زيارته إلى تركيا عن مشروع السيل التركي. ولكن معالم الصراع الروسي التركي تجلت بوضوح في العديد من الملفات العالقة بينهما، وعلى وجه الخصوص في الملف السوري، بعدما طلبت تركيا من الولايات المتحدة الأمريكية تزويدها بنظام باتريوت الدفاعي في المعركة الأخيرة التي حدثت في إدلب السورية. يبقى السؤال، هل يستمر شهر العسل الروسي التركي، أم ستكون الملفات العديدة العالقة بينهما سببا قويا لطلاق بالإكراه؟ ولفهم طبيعة هذه العلاقة يسعدنا أن أرحب بضيوفي في حلقة الليلة. معي من بيروت الأستاذ الياس المر خبير العلاقات الدولية، ومن لندن أستاذ حمد شهاب الطلاع محلل سياسي. ضيفي الكرام أهلا ومرحبا بكم. أستاذ الياس، لو أبدأ سؤال هذا المحور من لدنك الآن، لو سألتك بشكل مباشر، ما هي علاقة أو هذه العلاقة الروسية التركية؟ هل هي علاقة بطعم العلقم وخصومة على أرضية المصالح أم ماذا؟ نعم، مساء الخير لك للضيف الكريم ولجميع المشاهدين. بالحقيقة إذا أردنا أن نجيز العلاقة الروسية التركية بكلمة واحدة أو بجملة بعبارة واحدة، نستطيع أن نقول أن العلاقة الروسية التركية هي تحالف تترنح بين أو يعني بين التحالف المستحيل وقطيعة غير محتملة. تحال طبعا لكل جزء من هذه العبارة أسبابها السياسية الجيوبوليتيكية التاريخية. تحالف مستحيل قد يكون لأسباب متعددة نفسية تاريخية، وقطيعة غير محتملة طبعا لمصالح حيوية ومصالح تكتية قائمة تذهب باتجاهات متعددة، وهي تخدم كلا الدولتين التركية والروسية. يعني نحن إذا فينا بإيجاز نمرق هيك بشكل سريع على العلاقة الحديثة، يعني عم نحكي من بعد التسعينات، من بعد قيام روسيا الاتحادية وقيام الاتفاقية السيل الأزرق عام 97، وإجا من بعدها السيل التركي عام يعني خط السيل التركي عام 2016، وقبله إجا مشروع المفاعل النووي لإنتاج الطاقة الكهربائية عام 2010، وصولا لاتفاقية الأس 400 بال 2017. هيدي كانت المراحل الإيجابية كلها، يعني بتخلي بعض المراقبين يلي بيدوروا بفلك يعني العلاقات الدولية يظنوا للحظة أنه هذه العلاقة ترتقي حتما دون أي شك إلى مستوى العلاقة الاستراتيجية. ولكن بالمقابل يلي بيحط التناقضات الروسية التركية في السلة الأخرى، في السلة المقابلة أو الكفة الأخرى من الميزان، يكتشف أنه في استحالة لهذه العلاقة في مكان ما أن ترتقي إلى المستوى الاستراتيجي، وهي سوف تبقى بالمدى المنظور ضمن إطار المستوى التكتيكي الذي
يدور في فلك المصالح المشتركة، ولكن حتما هي مصالح كبيرة ومهمة تتوزع بين السياسي الأمني العسكري والأهم هو الاقتصادي برأيي. أستاذ حمد شهاب الطلاع، في نفس الجزئية لو وجهت دفة سؤال لحضرتك ولكن بصيغة أخرى، برأيكم هل ما يحدث الآن هي مجرد إفرازات لعلاقة تكتيكية آنية مرحلية، يعني تحالف الضرورة كما يقال في علم السياسة، أم هي باتت بالفعل استراتيجية في ظل تزويد روسيا تركيا بمنظومة S-400 وموضوع السيل التركي ومواضيع أخرى؟ أستاذ حمد مساء الخير لك وللأستاذ إلياس ولمشاهديك الكرام. سانو. حقيقة سانو. كما وصف الأستاذ إلياس تماما طبيعة هذه العلاقات ما بين روسيا وتركيا، هي فعلا يعني علاقة التحالف المستحيل، لأنه تركيا في جزء آخر في هذا العالم، هي في منظومة حلف الناتو، في منظومة العالم الغربي كتحالف استراتيجي، وبالتالي من المستحيل أن يكون هناك تحالف مع روسيا. وكذلك أيضا لا يمكن لروسيا وتركيا أن تنقطعا عن بعضهما في ظل الظروف العالمية التي نشهدها. ما انطبق على الحروب الروسية التركية في القرون الماضية لا ينطبق عليه الوضع الآن. الآن هناك شيء اسمه النفط والغاز، عصب الحياة في هذا العالم، وهذا الغاز والنفط يحتاج إلى ممرات وإلى تعاون دولي لتسويقه وإيصاله إلى السوق المطلوبة. وعدا عن العلاقات الأخرى يعني فنأتي إلى الوضع السوري. ما يجري في سوريا الآن من يعني قد يلاحظه البعض على أنه شيء من التوتر بين روسيا وتركيا، حقيقة هذا تفرضه أوضاع الواقع السوري. فتركيا لا يمكن أن تقتنع ولا يمكن لها يعني أن تصل إلى نتيجة مفادها أنه يجب أن يبقى نظام الأسد كما هو. لماذا؟ القضية بالنسبة لتركيا ليست نظام الأسد، إنما ما يعني يشكله نظام الأسد من تحالف استراتيجي مع الجانب الإيراني، وهذا الذي يقلق تركيا بأن يكون هناك تواجد مباشر لإيران على حدودها. حقيقة هي تريد أن تصل إلى تفاهمات إلى حد ما مع الروس بأن تكون إيران خارج اللعبة، ومن ثم إجراء تغييرا معينا على طبيعة النظام الذي لا يمكن أن ينفك مع إيران إلا إذا تغيرت تركيبة وتكوينة هذا النظام. طيب أستاذ حمد، يعني هنا في نقطة في غاية الأهمية، وهو موضوع البعد التاريخي لرسم مسار العلاقات بين هاتين الدولتين. موضوع حتى المرجعية الدينية مختلفة، وكانت في حقبة من الزمن هي سبب التوتر وقيام حروب عددها 15. هل أيضا هذه النقطة سيتم تجاوزها مع الأيام أم ماذا أستاذ حمد؟ أستاذي هذه النقطة، نقطة المرجعية الدينية، يعني ظروف الواقع العالمي الحالي يفرض على الجميع تجاوزها. فنحن اليوم في عالم لا يسير مسار الإمبراطوريات السابقة التي كانت دائما تسعى لتوسيع رقعة إمبراطورياتها الجغرافية. اليوم كل العالم وفق نظام عالمي ووفق اتفاقيات دولية مفهومة الحدود الجغرافية لكل بلد، وبالتالي العامل الديني لن يفرض نفسه على السياسة العامة للدول، إن كان بالنسبة لروسيا وإن كان بالنسبة لتركيا. وبالتالي هذا الموضوع يعني علينا أن نسقطه من الحسابات. طيب. اليوم الخلافات هي خلافات اقتصادية، خلافات في مواقف سياسية لا تتعدى أكثر من ذلك. طيب خليني أخذ وجهة نظر أستاذ إلياس المر. أستاذ إلياس، ما هي وجهة نظرك؟ هل بالفعل تم إسقاط ورقة استثمار الإسلام السياسي، يعني على أقل تقدير من قبل رجب طيب أردوغان، مع العلم بأنه دائما يلوح بمسألة الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي السابق؟ هلا بدي اقول لك شغلي بس قبل ما جاوب كلمه تكون جوابي واضح ودقيق. يعني فضل. جوابنا بيصلح الى عالم ما قبل كورونا، وربما لا يصلح الى عالم ما بعد كورونا. هلا لانه حتما يعني في مشهد كثير، في امور بالعمق الجوهري المبدئي الكياني الاخلاقي في طريقه تفكير البشر وفي طريقه نظره البشر الى كينونتهم والى سيرورتهم والى طريقه تكوين وجودهم بهذه الدنيا من بعد الأزمة يلي شفناها بكورونا، ونحن بعدنا بقلبها، يعني بعدنا بوسط المعركة والتيار، ولم نصل بعد إلى لم تصل الدول بعد إلى شاطئ الأمان ونهاية هذه الأزمة. ولكن خلينا نقول أنه نحن اليوم
ننطلق من يعني الخلاف الفكري اذا بدك او الايديولوجي بين روسيا الاتحاديه وبين تركيا. روسيا الاتحاديه التي تسعى لاقامه مشروع او لاحياء مشروع الاوراسياني بمواجهه أردوغان الذي يسعى دائما إلى إعادة إحياء وإعادة ترميم الأمجاد الماضية وإعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية، والمشروعين يتضاربان بشكل جوهري وأساسي وكبير، يعني تاريخيا عقائديا فكريا جغرافيا على كل الأسس. هيدا إذا بدنا لب الموضوع ولب المشكل اللي ممكن أنه هو يفسد أي علاقة أو يمنعها من الارتقاء إلى المستوى، يمنع أي علاقة بين تركيا وروسيا من الارتقاء إلى المستوى الاستراتيجي الكبير. هؤلاء المشروعين يلي بيتضاربوا طبعا واحد منهم قائم على أساس فكري، وأيضا روسيا العائدة إذا بدك العائدة من الاتحاد السوفيتي، روسيا الجديدة أيضا قامت على أسس وعلى مبادئ وعلى أخلاقيات دينية وأعادة إحياء الدين. يعني نحن ما لازم نستخف بالعودة إلى الدين باستنهاض المبادئ الدينية في روسيا الحديثة أيضا في روسيا الفيدرالية. يعني قال فلاديمير بوتين صراحة أستاذ الياس، يعني عذرا لمقاطعتك، ولكن الشيء بالشيء يذكر كما يقال، موضوع الحديث عن الدولة القيصرية وتمديد وإعادة أمجاد الدولة القيصرية، يعني يبدو بأن الرجلان لهما نفس التوجه إلى حد ما في قاسم مشترك. إذا عم تسمعني صوتك مؤكد تفضل. نعم أنا عم بسمعك. تفضل. خلينا نقول هيك، ولكن من المؤكد على أكيد الرئيس بوتين لا يخفي توجهات الدولة الدينية، وهذا ينطلق من شعار الدولة ولا ينتهي بكل أجزائها، وكل الأديان في روسيا محترمة وكل الأديان لها حيثيتها، وهناك في داخل الاتحاد الروسي فيدراليات، يعني دول جمهوريات إسلامية، مثل ما في يعني وجود واحترام لدور الكنيسة إذا بدنا نحكي ككنيسة أو كدين مسيحي. ولكن على الأكيد هون منتفق، ولكن منفترق وقت اللي منصال إلى توجهات الرجلين. يعني توجهات الرئيس بوتين تختلف كليا عن توجهات الرئيس أردوغان، وكذلك أضف على الاختلاف في التوجهات هناك اختلاف في الخلفية واختلاف في الأخلاقيات أيضا. يعني الأساليب التي يستعملها الرئيس بوتين من أجل إيصال إذا بدك فكره الديني أو من أجل إدخال الدين في الدولة أو الدين في السياسة تختلف جذريا وقطعيا عن الطريقة يلي بيستعملها أردوغان، يلي تقوم على إعادة إحياء الوجه الأسود من الإسلام السياسي، لأنه الإسلام لا يمثل أردوغان، والإسلام السياسي أيضا لا يمثل. هناك تيارات إسلامية سياسية معتدلة جدا، يعني ترفع لها القبعة في المجتمعات العربية وغير العربية، وموجودة أصلا في موسكو، يعني وموجودة في كل روسيا الاتحادية. طيب. فإذن أردوغان لا يختزل الإسلام، ولكن نعم أردوغان يعتمد في مشروعه السياسي على إبراز وأحياء الدور الوجه الأسود للإسلام السياسي. أستاذ حمد، يبدو بأن إرث الماضي هو من يرسم في جزئية ما أفاق المستقبل بين أنقرة وموسكو. هنا أشير ببناني إلى مسألة شبه جزيرة القرم، وإلى أوكرانيا، وإلى الجبل الأسود، وإلى البوسنة والهرسك، وحتى ألبانيا. أستاذ حمد، يعني أنا أرى الأمور من زاوية أخرى، يعني على الرغم من أن أحيانا نلمس شعارات دينية لكل من أردوغان ولكل من بوتين حقيقة، ولكن الأمور تحكمها ظروف أخرى، تحكمها ظروف دولية. أنا باعتقادي أن بوتين يعني يسعى لإعادة الإمبراطورية الروسية، يعني كإمبراطورية تمتلك قوة ورقم حقيقي في هذا العالم، بغض النظر عن ديانتها، وربما يعني يستخدم أحيانا يعني الغطاء الديني لاستثارة وإثارة همم جماهيره في كل مكان، يعني ليس فقط في روسيا. ربما هذا هو الهدف المقصود، إنما هو المطلوب هو أن يرتقي بروسيا إلى دولة تصل إلى مراحل الاتحاد السوفيتي، وربما في طموحاته إلى مراحل أقوى. وهكذا يفعل أردوغان أيضا في الجانب الآخر، يعني إحنا بغض النظر عن الاتفاق معه أو الاختلاف معه، أيضا هو يريد أن يستنهض شعوب المنطقة كونها شعوب إسلامية، وتركيا الآن في هذه الظروف تعتبر الدولة الإسلامية الأقوى
في العالم، يعني إذا 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 حسبنا الجانب العسكري والاقتصادي كعامل راجح في هذا الموضوع. أعتقد الأمور تسير في هذا الاتجاه. أستاذ الياس، من الضرورة في مكان أن تعقب على ما تفضل به الأستاذ حماد، تفضل، المنبر لك. نعم، نحن أنا أتفق جدا مع الأستاذ بأنه نعم أستاذ الياس المر. نعم عم بسمعك. تفضل. أظن أنه هو لم يخالفني الرأي، ولكن أعطى المشهد نفسه ولكن ربما من زاوية مختلفة. طبعا لم يكن يوما هدف الرئيس بوتين هو إقامة دولة مسيحية أو دولة أرثوذكسية. نعم، أمور واضحة، بل دائما كان هدفه، طبعا هو هدفه إحياء، إعادة إحياء الأمجاد وإعادة إحياء الإمبراطورية بمعنى القوة، بمعنى الدولة القوية. وهذه الدولة القوية التي تستطيع أن تحتضن جميع مكوناتها، وهي الآن تحتضن أصلا جميع مكوناتها. يعني أنا لمن يسألوني عن نموذج التعايش مثلا الإسلامي المسيحي، أنا بنروح وشوفوا بروسيا كيف عايشين الإسلام والمسيحية مع بعضهم. فهذا النموذج الذي أرادت روسيا الحديثة أن تعطيه إلى العالم من أجل تعميمه ومن أجل نقله، وهو يصلح في مدننا المتعددة، يعني في بلادنا اللي فيها تعددية عرقية ودينية بالمكونات. هذا مشروع الرئيس أردوغان، يعني متفقين نحن والأستاذ أنه يقوم على استنهاض النبض الإسلامي، على استنهاض العرق، وهو يلعب أصلا بمجال هو بارع فيه، وعم بتساعد الظروف بظل غياب الدول العربية الإسلامية الأخرى مثل السعودية ودول الخليج العربي اللي مفروض أنه هي تكون أخذ جزء من الساحة، خليت له الساحة لأردوغان. فهو عم بيشوف حاله أنه هو زعيم على هذه المملكة، أو هو وريث على هذا الميراث، وعم بيشوف حاله أنه عم يلعب لوحده. هيدا يلي فوته لسوريا. لش أنا بدي أسألك، لو كانت الدول العربية بكامل همتها وبكامل نشاطها وبكامل حضورها الموضوعي وليس التآمري في الأزمة السورية، كان أخذ أردوغان هذا الحيز الكبير؟ كان اضطر الرئيس بوتين أنه يتعامل يحط كل بيضاته بسلة أردوغان؟ طبعا لا، كان يتعامل مع الدول العربية، كان نسق مع الدول العربية، هذه الدول التي تحاول اليوم العودة إلى سوريا من باب الإمارات ومن باب يعني دول متعددة. شفنا المبادرة الإماراتية، الاتصال الهاتفي الأخير يأتي في هذا الإطار، وقبل منه إجت زيارة الرئيس السوداني، وقبل وفي أساسا يعني اتصالات على مستويات متعددة مع مصر وغيرها، تأتي كل اليوم في إطار استعادة هذه الدول العربية لبعض من دورها، لشيء من دورها، انطلاقا من سوريا، الأرض الحامية اليوم، أو الأرض إذا بدك الخصبة. طيب أستاذ الياس، نعم، يعني في سؤال حتى لا نخرج كثيرا عن مسألة العلاقات الروسية التركية، لو سألتك عن أوراق القوة لدى الطرفين في ظل الحديث عن ما يحدث الآن واتجاه رسم العلاقة بين الطرفين، من يملك أوراق أكثر من الطرف الآخر ويكون له اليد العليا في رسم مصير هذه العلاقة، إن صح التسمية هنا؟ لك بدي أقول لك في نوع من التوازن، في نوع من التوازن. إذا بدنا نحكي يعني أبواب، بدنا نبوب العلاقة إذا بدك الروسية التركية، في عنا الصعيد الأمني، الصعيد الصعيد الأمني السياسي، في عنا الصعيد الاقتصادي، وهذا الأبرز والمهم. هلا انا برايي التبادل الاقتصادي اليوم، المجتمعات الدول كلها رايحه باتجاه، نحن عم نشوف الازمه العالميه اليوم كلها ازمه اقتصاديه، لا هي سياسيه ولا شيء، هي صحيه اقتصاديه اذا بدك. وهذه الازمه اليوم العالميه بده ينتج عنا تراكمات ونتائج اقتصاديه اكثر سوءا واكثر تاثيرا على الدول وعلى مراكز القرار في العالم، بلش من امريكا ومرق باوروبا ومثل ما بدك. فاذا المستقبل، مستقبل العلاقات السياسيه سوف يخضع حكما لمستوى تعاطي يعني الاقتصادي على صعيد العلاقات الاقتصاديه. هلا هون بيحكم هالتوازن، بيحكم هالعلاقه هيدي، وبيضمن نوع من استمراريتها في المستقبل، لانه هي تقوم على اذا بدك ما يسمى رابح رابح، يعني علاقة تبادلية تقوم على الربح المتبادل لكلا الدولتين، لروسيا ولتركيا. أنا برأيي اثنين في عندهم رغبة للمحافظة على هذه العلاقة، وخصوصا بمستقبل الموضوع الاقتصادي وتحديدا الموضوع النفطي، انه احنا بنعرف انه اساس وصلب العلاقة الاقتصادية التركية الروسية تقوم على موضوع النفط وعلى موضوع السيل
الشمالي والسائل الأزرق وخط الغاز إلى إلى أوروبا. أستاذ حمد شهاب، الآن يعني 3 قرون من التنافس والحروب بين الدولتين، هل حقق الاقتصاد ما عجزت عنه السياسة والحرب؟ يعني بلا شك في ظل الظروف العالمية التي نشهدها منذ قرن تقريبا، يعني مع الثورة الصناعية واندلاع ثورة العولمة، أصبح لهذه العوامل التي تحدثت عنها أنت يعني عوامل تصب في الاتجاه المعاكس لما كانت فيه سابقا من عوامل تصب باتجاه الحروب والتوسع على حساب الطرفين، يعني كل طرف على حساب طرف آخر. إذن نحن الآن أمام واقع دولي يفرض أن القوة الاقتصادية وما تتفرع عنها من أمور هي التي ترسم ملامح التحالفات وترسم ملامح الاتفاقات والعلاقات ما بين الدول. وعلى هذا الأساس تسير العلاقة الروسية التركية رغم الاختلاف السياسي فيما يخص الوضع السوري تحديدا. هنا لابد أن نسأل أيضا عن الموقف الأوروبي من تطور هذه العلاقة، في ظل هناك من أكد بالمرحلة السابقة عند تصاعد المشكلة بين الروس والأتراك في مسألة إدلب والتجاء تركيا مرة أخرى بطلبها من الولايات المتحدة الأمريكية بتزويدها بالباتريوت. أستاذ حمد، نعم، الموقف الأوروبي حقيقة هو إلى حد ما، وقد نستطيع القول إلى نسبة 90%، هو متناغم مع الموقف الأمريكي والدور الأمريكي. والآن في ظل الانكفاء، لا نقول غياب الدور الأمريكي، إنما في ظل الانكفاء الأمريكي يبقى الموقف الأوروبي منكفئا إلى حد ما، ولن يتقدم إلى الخطوط الأمامية للمواجهة على يعني صعيد الوضع في سوريا الذي يشهد شيء من التوتر ما بين الموقف الروسي وما بين الموقف التركي. وأضف إلى ذلك الوضع المستجد ووضع كوفيد 19 الذي وضع جميع دول العالم ومنها الدول الأوروبية بانعطافة أخرى، بحيث أصبح التركيز على الشؤون الداخلية وكيفية الخروج من هذا الوضع. ما بعد كوفيد 19 يعني قد نتوقع مواقف جديدة لأوروبا والاتحاد الأوروبي. نعم، ضيفي من لندن أستاذ حمد شهاب الطلاع محلل سياسي، شكرا جزيلا لك على كل إضاءات، وشكر لك ضيفي من بيروت أيضا أستاذ الياس المر خبير العلاقات الدولية على كل كلام القيم. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم ندخل العلاقات الأمريكية الصينية.